صراحة تفاعل الجمهور كان رهيب. الجمهور الأردني بيسمع لآخر نوت، يعني بينطرق تتخلص آخر نوت، هالقد بيحترم الموسيقية وهالقد بيحترم الموسيقى. مش معقول هالجمهور شو حلو. أنا جاي كمان كان في تواجد لبناني كتير كبير، كان في حماس بالآخر. حسيت حالي عم دق ببلدي. بتعرف الأردن ولبنان كتير نحن مش ببعضنا بالشكل بالثقافة بالكلتشر بكل القصص. أمسي أنا حبيتها والجمهور كمان حبه، شو بدي أكتر من هيك.